إلى طواف المغرب لسباق الدرجات في نسخته 27 فاز درجة البرتغالي مانويل أنطونيو يال كاردوسو بالمرحلة الثامنة والتي ربطت اليوم الجمعة بين مدينتي ميدلت ومكناس على مسافة 187 كيلومتر. تفاصيل رفقة بعثة القناة. مانويل كاردوزو درج الفريق البرتغالي، ربما استأنس بالفوز والدخول أولا في طواف الأميرة الصغيرة النسخة 27. كاردوزو توج بمرحلة اليوم وهي الثامنة، ربطت بين ميدلت ومكناس على مسافة 187 كيلومتر، في مرحلة يعتبرها العارفون بشأن الدراجة من أصعب المراحل في مسار هذه النسخة. محسن الحسيني درج المنتخب الوطني الأول، يقلص الفارق بينه والإيطالي أليساندرو ماتزي إلى ثانيتين تفصله عن القميص الأصفر. المرحلة الثامنة انطلقت ب 105 دراجين بعد انسحاب 15 آخرين منذ بداية الطواف. الانسلال كان هدف الدراجين المتنافسين على اللقب. أولى الانسلالات سجلت بعد الكيلومتر 20 وضمت 9 دراجين. كما توالت محاولات الانسلال خلال الكيلومترات الموالية، وفي كل مرة تستطيع الكوكب اللحاق بالمتسللين، وتبقى أبرز المحاولات تلك التي قادها 4 دراجين يقودهم المغربي أنس أيت العبدية. هذه المجموعة حافظت على إيقاعها السريع واستطاعت توسيع الفارق تدريجيا الذي بلغ 45 ثانية بمدينة تمحضيت، ثم دقيقة و25 ثانية كيلومترات معدودة بعد ذلك، واستمر هذا السيناريو حتى مدينة أزرو. وعلى مشارف مدينة الحاجب كان الفارق بين المجموعة المتسللة والكوكبة قد بلغ 2:30 ثانية. صاحب القميص الأصفر الإيطالي أليساندرو ماتزي والمنتمي للفريق الهنغاري حاول رفع الإيقاع والانسلال عن الكوكبة، وإذا كانت هذه المحاولة قد باءت بالفشل فإن ذلك قد ساهم في تدليل الفرق عن المجموعة المتسللة لتجتمع الكوكب من جديد على بعد 48 كيلومتر من مدينة مكناس. حينها ساد الحذر والترقب كل الدراجين الذين لجأوا إلى العمل الجماعي، وهو ما عمل عليه على الخصوص الفريق البرتغالي وعناصر المنتخبين المغربي الأول والأولمبي. واستمرت الكوكب مجتمعة إلى حين الدخول إلى مدينة مكناس، حيث الكلمة الفصل كانت للسرعة النهائية، لكن سوء حظ الدراج المغربي صلاح الدين المراوني جعله يتعثر في الأمطار الأخيرة، رغم أنه كان في الصفوف الأمامية للسباق. مشات واحد يصابي نسال واحد الربعة، ومن بعد رولينا الإكيب ناسيونال حنا جبناها. وتجمعت في الاخر هنا كانوا كيلونسيو لي سبرينت مع وطحت هنا ما في الفيراج. هو محسن دار دوزيام، اي والله يسهل ان شاء الله نسدو المايوزو. اما المرحله فكانت من نصيب البرتغالي مانويل كاردوزو بتوقيت 4:34.8. مرحلة اليوم هي الأطول والأصعب في الطواف، كنت ضمن الكوكبة وحاولت المرور، وفي الأخير حينما كان الدراجون مجتمعون عملت على الاستعداد للمراحل الأخيرة وتمكنت من الفوز بالسرعة النهائية وأنا سعيد لذلك. حافظت بصعوبة على القميص الأصفر، وغدا ستكون مرحلة أصعب. أريد أن أحافظ على القميص الأصفر إلى غاية مدينة الدار البيضاء، لأن الفوز بطواف المغرب هو شرف لي، وسنرى ما يقع غدا. المرحلة لم تغير كثيرا في الترتيب العام للطواف، لكنها كرست المنافسة الثلاثية على القميص الأصفر، وكل مرشح سيخرج آخر أوراقه في المرحلتين.